معانا على التليفون السفير عدنان منصور وزير الخارجيه اللبناني الاسبق. سياده السفير اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك وبالمشاهدين الاعزاء. قراءتك ايه لاهميه اللقاء اليوم اللي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الحكومه او رئيس الحكومه اللبنانيه السيد نجيب ميقاتي؟ يعني لا شك هذه الزياره او هذا اللقاء ياتي في وقت حساس للغايه، خاصة ما يجري في فلسطين في قطاع غزة وما يحصل على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة من الشباكات. هذه الزيارة لها أهميته من حيث أن العلاقات التي تربط لبنان بمصر الشقيقة علاقات متينة ومتجذرة وتاريخية. بكل تأكيد اللقاء تناول الشأن الفلسطيني وتناول الشأن اللبناني وضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مصر دائما كانت حريصة أن تقف إلى جانب لبنان، حريصة أن تقدم ما باستطاعتها من أجل مساعدة لبنان، خاصة في الظروف التي مر فيها بالسابق، وكانت مصر دائما إلى جانب الحكومة اللبنانية وإلى جانب الشعب اللبناني. وأيضا اليوم فيما يتعلق بقطاع غزة هذا يثير الاهتمام الكبير، ليس فقط بالنسبة لمصر أو بالنسبة للبنان، وإنما لدول المنطقة ككل، لأن ما يجري من إبادة جماعية لسكان غزة هذا يجب أن يتوقف ويجب أن يعمل عليه من أجل وقف إطلاق النار. بكل تأكيد هذا اللقاء الإيجابي تطرق إلى هذه المواضيع، إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وبين جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا السفير عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق.